الشارع اللي ورا ده اسمه شارع جهنم، اشهر واسوأ شارع في تايلاند كلها. هندخل دلوقتي الشارع ونتمشى مع بعض واصور لكم اللي بيحصل جوه، وخلي بالكم الفيديو ده هيبقى كده من غير مونتاج، يعني لقطه واحده زي ما تيجي تيجي. يلا بينا يلا بينا. لما نشوف الدنيا جوه بتقول ايه. بصوا يا جماعه، الشارع ده اسمه شارع جهنم، في كل الحاجات السيئه اللي ممكن تتخيلها في حياتك. احنا مش هنقف كتير، احنا هنتمشى الشارع كده لحد نهايته على طول. هو 5 دقايق تقريبا فيديو من غير مونتاج، عشان بس يبقى كل حاجه كده ايه على طول، شوت واحد وخبطه واحده. عايز اقول لك ان الدنيا كده هاديه. ما احنا الدنيا كده هاديه ليه؟ لان احنا جايين بدري دلوقتي، لسه الساعه 7، يعني يا دوب لسه الدنيا مظلمه دلوقتي. الشارع ده كل ما بتقرب من بالليل اكتر كل الدنيا ما تبقى فيه ايه يعني متدمره. فانا ما قدرتش اجي بالليل علشان ما نشوفش حاجات سيئه جدا جدا جدا. فكرة احنا جينا الشارع ده عشان تاخدوا بس فكرة عن ايه اللي بيحصل جوه وشكل الشارع من جوه ايه، من غير ما نتعمق ونوري حاجات ملهاش لازمة. بيروفو بيروفو. بص تلاقي ناس واقفين في الشارع كده. نو 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 نو. وات 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 يو هاف؟ بص بيقول لي ايه، يبيع لك الاول مسدسات، يقول لك لا مش عايز تعمل شوتنج، خلاص في عندي بودرة. شفت كان بيعمل لي ازاي بمناخيره؟ طيب المهم، في الشارع اماكن زي دي تشتري منها حاجات، هدوم، شنط، شوز، ايا كان هتشتري ايه. قبل الساعه 6 لو جم هنا هيلاقوا الهاي كوبي نوت جوده عاليه جدا. قبل الساعه 6 اللي هو ايه، شارع عادي بيتباع فيه منتجات، يعني عادي، فاهمين ازاي؟ الدنيا كلها بتبدا بالليل بقى، الكلابات والبارات وهكذا. شايفين الشارع فيه محلات عاديه، فيه كافيهات، فيه مطاعم، الكلام ده بالصبح عادي، مش الصبح يعني معاك لحد المغرب بالنهار. الليل بقى يجي والشياطين تحضر. الليل يجي والشياطين تحضر، الشارع يبدا يبقى دمار وسيئات وذنوب واللي انت عايز يعني. بص تخيل كده ايه اسوأ حاجه ممكن تتخيلها هتلاقيها موجوده هنا. دعاره ومخدرات وكل حاجه، وحتى الدعاره نفسها بيتفننوا فيها، عاملين فيها حاجات غريبه يعني، مش كده، مش عادي يعني. شايفين؟ بص يعرض لك ايه؟ بص يعرض لك ايه؟ شايفين الناس واقفين بالصور دي بيعملوا ايه؟ بالشكل ده. شايفين؟ شايفين الحاجات؟ شارع جهنم اسمه كده. شوف بيعمل لك مناخيره ازاي؟ لاحظت؟ بص يعرض لك حاجه الاول كده، يعمل لك كده اللي هو ايه يعني، يديك اشاره عايز البودره الحاجات دي ولا لا؟ بص هقول لك على حاجه ثانيه بيعملوها، بيجيب لك بدل كوكا كولا فوق، بيجهز فوق بس الكولا كده فيه. حاجه عجيبه يا جماعه. انا مش عايز اقف على لقطات، عايز كده لقطات سريعه كده وخلاص، مش عايزين نركز على حاجه. بقى لنا 200 متر ونطلع بره الشارع، 150 متر. بصوا الماريجوانا والويدي الحاجات دي. عادي عادي خالص، عادي عادي مفيش أي مشكلة. رجع شباب. أي واحد مع أي واحدة في الشارع كده عادي، كمية رخص غير طبيعية. رخص غير طبيعي. وفي بقى طبعًا أكل شارع وعربيات. شايفين؟ في حاجة مهمة أوي عايز أقولها لكم، بس نطلع من الشارع، بس نطلع من الشارع. احنا عايزين ننجز على طول، يعني يبقى خدنا الشارع وشفناه بس من غير ما نقف على تفاصيل. بصوا واقفين بره بالحاجات دي، يقول لك تعالى عرض البينج بونج. عرض البينج بونج ده بقى اسوأ حاجه ممكن تشوفها، يعني انا مش عارف اوصفها لكم ازاي، اوصف لهم موضوع البينج بونج ده ازاي. اوصف لهم موضوع البينج بونج ده ازاي، لان الموضوع ده انا يعني اتصدمت لما عرفت الحقيقه دي.
كنت اشوف بيقول لك بينج بونج بينج بونج ماشي في شوارع بانكوك، فمفكرهم بينج بونج يعني ايه لازم البينج بونج في شارع زي ده مش فاهم. فيوم عرفت بقى البينج بونج دي قصه وحكايه وروايه يعني مش عارف اوصفها ازاي والله. المهم ادي الشارع يا جماعه من اول لاخره، احنا خدناه على طول خبطه واحده. بس انه بيطلعك على البحر. هو بيطلعك على البحر، هو الشارع اصلا هو قلب البلد. الشارع يا جماعه قلب البلد حرفيا، في قلب السيتي سنتر هنا في مدينه بوكيت، في مدينه بوكيت في تايلاند، هو ماسك وسط البلد قلب البلد حرفيا. عشان كده هو شارع حي جدا والناس كلها لازم تعدي عليه. يعني فاهمين ازاي؟ لو ما دخلتوش هتعدي عليه من بره، لان انت رايح اي مشوار جاي اي مشوار هتعدي على المنطقه دي سواء دي او دي. دول بقى بتوع الموي تاي بيفضلوا ماشيين كده على الشارع يعملوا دعايه لماتشات الموي تاي وحاجات زي كده. ف بص 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 بلد مجنونه يا جماعه، مليانه احداث، بلد مجنونه مليانه احداث. بص في ناس على البحر، بص بص على البحر بسرعه نعدي الشارع كده. ايه معلش معلش معلش. بص بلد كلها كده بالشكل ده. دنيا هنا دنيا تايلاند دي. بص الدنيا ماشيه ازاي. بص تايلاند دي اجواء تايلاند يا جماعه، دي اجواء تايلاند. دي بوكيت شايفين الدنيا. اقول لكم بقى اللي انا عايز اقوله لكم، في حاجات بقى مهمه عايز اقولها لكم يا جماعه. اول نقطه ده شارع من بره بس الاول. بص ويلكم تو باتونج بيتش، ده اللي هو الشاطئ اللي ورانا ده، وده بقى الشارع. بصوا بالليل بقى يبقى فظيع فظيع فظيع. دلوقتي لسه الساعه 7، فلسه يا دوب الدنيا بتبدا. عشان كده اخترت الوقت ده عشان ما نشوفش حاجات كتير، وعلشان ما يبقاش فيه ايه بقى اجواء مش لطيفه يعني ما تتصورش. فاحنا الفكره احنا مشينا في الشارع واتفرجنا عليه من غير ما ندخل في تفاصيله قوي قوي قوي. الحاجه المهمه اللي عايز اقولها لكم بقى، اولا لو جبت سيره تايلاند هيجي في بالكم الشارع ده، لان الناس كلها اتكلمت عن الشوارع اللي زي دي، سواء في مدينه بوكيت هنا، سواء في بانكوك، وسواء في اسمها باتايا. باتايا صح؟ باتايا دي الاسوء بقى، باتايا دي الاسوء الاسوء على الاطلاق. ولكن لو جبنا سيره تايلاند، حرام عليك يا راجل، لو جبنا سيره تايلاند بيجي في بالكم الموضوع ده. ولكن تايلاند ليها جوانب تانيه كتير، تايلاند مش بس الموضوع ده، عايز الموضوع ده هتلاقيه، عايز حاجه محترمه واماكن محترمه هتلاقيها. فالموضوع مش مقتصر على الاماكن دي، وتايلاند مش بس الاماكن دي، دي الصوره اللي تم تصديرها من الناس اللي كانت بتيجي تصور الشكل ده. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ بص بص واقفين كده في كل حته. يلا حبيبي شايفين؟ تعرفش بقى مين بقى الليدي بوي؟ مش من الليدي بوي، ما تعرفش. هي ماشيه كده في بعضها. المهم عندك اليمين وعندك الشمال، عندك الحلو وعندك الوحش، عندك السلبي وعندك الايجابي، واللي بيظهر لك حاجه فاعرف الحاجه دي هو ده، دي شخصيته، عشان كده راح الاماكن دي. ده رقم واحد. بصوا المساج في الشوارع بالشكل ده في كل حته، بس في اماكن مساج محترمه، في اماكن مساج هو المساج باترينا بس من بره. طيب تاني حاجه لاحظت حاجه عجيبه جدا انا مش قادر افهمها، فانا هقولها لكم دلوقتي. لما دخلت الشارع ده، دخلت انا قبل ما اصور لكم عشان اشوف الاجواء ماشيه جوه ازاي، عشان بعد كده اصور لكم فابقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. طيب لاحظت ان في مثلا سياح عرب بيمشوا في الشارع ده ويكون معاهم مثلا مراتاتهم، يعني هو جاي هو ومراته في شهر عسل او ايا كان، ويجي يمشي في الشارع ده. طب ايه اللي يدخلك من مراتك في الشارع ده؟ دي حاجه انا مش قادر افهمها. تمام؟ فلقيت المناظر وحشه وخادشه للحياه صراحه، فليه تدخل المكان ده وانت جاي شهر عسل حاجه زي كده؟ مش عارف. ف ده شارع جهنم طبعا، ما ركزناش على التفاصيل، جوه حاجات مجنونه وحوارات مجنونه. ولكن بصينا بصه سريعه كده من بره. شريف حاجه مصعب للفيديو، بما انك انت راجل يعني خبره في تايلاند وعايش هنا. شارع بانجلا رود، دوروا على اليوتيوب بانجلا رود 2004 تسونامي، شوفوا الفيديو. ربنا عطاهم تسونامي. انا ما اقدرش اقول ان هو، بس شوف الفيديو. سنه 2004 يا جماعه حصل تسونامي هنا في مدينه بوكيت، دمر الشارع ده حرفيا، شال الشارع ده كله من اوله لاخره كده بوم. ركبت فوق. مصعب مش عايز اقول لك ان ده انتقام ربنا يعني من الفجور اللي بيحصل جوه، لكن يعني اكتبوا اللي مصعب قال عليه واتفرجوا على اللي حصل في 2004 في شارع جهنم اللي اسمه بانجا رود. بانجا رود ده اسمه تايلاندي عادي، لكن احنا بقى ايه طلع عليه لفظ شارع جهنم. تمام بس كده، دي مدينه بوكيت وده كان شارع جهنم، دخلنا فيه مع بعض في فيديو سريع جدا.
من غير مونتاج ومن غير ما يركز على تفاصيل كتير، ولكن بس عشان في ناس كتير جدا سالوني على الموضوع الشارع ده اللي هو على ارض الواقع عامل ازاي. بقى سيبكم من الفيديوهات اللي نزلت قبل كده اللي الناس نزلتها ومبالغ فيها شويه، فده الشارع بالظبط كده من غير اي مونتاج من غير اي تعديل، شوت واحد وخبطه واحده ولقطه واحده. اكتبوا رايكم تحت في التعليقات، وعايزين اللايك الجميل والكومنت الرايق، وانتظروا فيديوهات ما حصلتش. يلا سلام سلام سلام.